انا ما سمعتكش. اسمع اسمع انت يا عم كرومبو. ايه بقولك ايه؟ كلمه زياده وخلي منظرك زباله قدام المدرسه كلها، انت فاهم؟ انا كنت بتناقش بس مع المدام سلمى. ممكن تسمعيني؟ طيب ممكن اعرف انا ذنبي ايه دلوقتي؟ انا عملت لك ايه؟ خليك سيب البيت. البت اتضربت يا استاذ عشان مستواها في النازل، عشان انت مخلي عيني في وسط راسي ومش عارفه اشوف مصلحتهم. لا وكمان عامل لي فتوى ورايح تضرب المدرس، خليت بناتك يتحرموا من اعمال السنه، وفوق كل ده يطلع عيني الصبح عشان الاقيك عشان اقول لك ان بنتك في مصيبه وانت ولا انت هنا. اهدي يا سلمى، ممكن تهدي؟ ممكن تهدي؟ تهدي يا حبيبتي. انت مش ملاحظه ان الشيطان دخل بينا جامد قوي؟ تعالي لو كل واحد غلطان في حق التاني يبدا يصلح من نفسه، ارجوك. وبعدين يعني انت اللي طلبت مني ما يبقاش ليا اي علاقه بتربيه البنات. سايبهم لك يا عمر، اعمل فيهم اللي انت عايزه، اكلهم وشربهم ولبسهم ووديهم مدارس وامسح واغسل واكنس. اقول لك على حاجه، رضعهم كمان لو عايز عشان تدوق شويه من اللي انا شارباه. ده ايه بقى ان شاء الله؟ على اساس ان عدى فتره يعني؟ الدنيا زحمه، لما تبقى تخف شويه. قد كده ذكرياتك القذر عزيز عليك يا عمر. جوزك ما بقاش بيحبك، سيبيه قبل ما هو يسيبك. سلمى انت فين؟ سلمى ارجعي لو سمحتي، بلاش الحركات دي. مش عند بابا ومش عند اي حد توقعت ان هي تبقى عنده. تفتكروا راحت فين؟ بقول ايه؟ نعم. اللي هتتدلع هقطع رقبتها. واضح؟ واضح. ولو شفت واحدة فيكم بتكلم الواد ابن الجيران ده انتوا فاهمين هعمل ايه. تمام؟ تمام. اللي مش هتسمع كلام حشويها، واللي هتنام متأخر حسلقها. يا عم انت جعان ولا ايه؟ انت بتكلميني كده ليه يا بنت انت؟ ده انا زي ابوكوا يعني. طب احنا دلوقتي جعانين نعمل ايه؟ كلوا. طب نعرف نطنعين. طب اعمل لكم ايه دلوقتي؟ اكلنا اخلص. هتدفعوا ايه؟ انت بتعرف تعمل ايه؟ انت بتعمل بعرف اعمل شاي، هعمل لكم كوبايتين شاي من غير سكر. بيشتغل ازاي ده؟ ما بيشتغلش. مامي لما كان بيعمل معاها كده كانت تمسك الانبوبه وتقلبها. كده مامي كانت بتشيل كل دي؟ تشيلها ازاي؟ اخ يا رجاله فينك يا ماما؟ مش عارف انا اعمله. تمام كده يا اختي؟ مش كده يا اختي. طب روحي بقى اعمل ايه انت؟ انا هنام ساعه، اللي هصحى هلاقيها مش بتذاكر هرجلشها. خليك في حالك. ايوه اضحكوا عليا.
اشتغلوني، عايزين تسقطوا، عايزين امكم تشمت فيا. عيب 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 عيب. كبرت دلوقتي واقدر اتكلم معاكم بصراحه. مام ليها حركات كتير ما بتعجبنيش، بتشوفوا ازاي بتزعق لي وما بيهمهاش اي حاجه وبتتعصب عليا دايما. صح يا ليلى؟ صح يا ملك؟ صح، بس انت كمان يا بابي مش مريح وبتسيبها لوحدها كتير وبتسيبنا احنا كمان. قطعا دي نتيجه طبيعيه للي حصل. طب وبسيبكم بروح فين يعني؟ مش بروح الشغل؟ مش لازم اشتغل عشان اجيب لكم اللعب اللي بتحبوها دي واوديكم المدرسه واجيب لكم اي حاجه بتحلموا بيها؟ بابي لو بتحبنا بجد ابعد عن الست اللي تعرف على ماما ارجوك. انت جبت الكلام ده منين؟ احنا مش صغيرين وعارفين كل حاجه، ومامي عارفه كل حاجه، واحنا بجد كلنا مستعين. مستعين؟ اه مستعين. وانت كمان مستاء؟ اه مستاء جداً.